السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام في حلقة جديدة على قناة نبيل قسطان. كما عودناكم في حلقات التداول، حلقتنا سوف نخصصها لموقع إيتورو وكيفية عمل أو استخدام الرافعة المالية أو كما يعرف بليفي دو ليفي. لماذا عملت هذه الحلقة؟ لهذا، لأن يعني جاءتني كثير أو وكثير من الرسائل حول الرافعة المالية، وشكفة أو كل مرة أقوم بالإجابة عليها، لكن أحببت أن أقوم بعمل فيديو شامل يشرح الرافعة المالية من الألف إلى الياء لكي أسهل المأمورية لدى متتبعين الأعزاء. لأي شخص لم يتسجل بعد في إيتورو، فرابط التسجيل يوجد أسفل الفيديو وأيضا في الشاشة، يوخل الكثير لك من المزايا. لكي لا نطول عليكم، نذهب إلى شرح ليفي دو ليفي أو ما يعرف بالرافعة المالية. مثلا أعزائي الكرام، دخلنا لأي أو نريد أي صفقة، مثلا نذهب إلى نفط، نضغط هنا على تريد. نعم، هذا هو الرافعة المالية. هنا تجد تيك بروفيت، وهنا ستوب لوس، وهنا الرافعة المالية. ما هي الرافعة؟ هي سعر السهم أو الشيء الذي تشتريه أنت مضروب في عدد الرافعة المالية. كما نلاحظ هنا الرافعة بمقدار مضروبة في 50، يعني سعر يعني السهم سوف يتضاعف إلى 50 مرة. وهنا نلاحظ الرافعة المالية في واحد، يعني تأتي كما هي مضروبة في 2 × 5 × 10 أضعاف في 20 ضعف. لكن أعزائي الكرام، الرافعة المالية احضروها جيدا خصوصا للمبتدئين، فهي سيف ذو حدين. ممكن أن تربح بها الكثير من الأموال، وممكن أيضا أن تخسر بها الكثير من الأموال. لهذا سيف ذو حدين. إذا كنت متمكن ومتوقع أن ذلك أو تلك الصفقة سوف تكون مربحة بنسبة 100% أو على الأقل 90%، فقم بالريسك واعمل الرافعة المالية بمضاعفة بمرات كثيرة. لكن إذا كانت لديك شكوك في هذه الصفقة، هل سترتفع أم ستنزل، فمن الأفضل وكنصيحة مني تجنب الرافعة المالية وأتركها كما هي، أو على الأقل قم برافعة مالية ليست كبيرة جدا. أتمنى أن تكون الرافعة المالية مفهومة. الآن ننتقل الآن إلى take profit وأيضا stop loss. ماذا يقصد بهذه الكلمتين؟ هي بكل بساطة أخذ الربح وإيقاف الخسارة. مثلا أنت لست مثلا متاح 24 ساعة أمام الحاسوب أو أمام هاتفك، تريد أن تقوم ببرمجة هذه الصفقة. مثلا أنا اشتريت صفقة بمبلغ مثلا 100 أو 200 دولار على سبيل المثال. هنا تاك بروفيت يعني أخذ الربح. أريد مثلا من هذه الصفقة عمل لها برمجة، حينما يصل يعني سعر الربح إلى 100 دولار، تنغلق الصفقة لوحدها وأتوصل بربح 100 دولار. وكذلك ومثال في إيقاف الخسارة، مثلا أريد مثلا إيقاف الخسارة عند 95 أو مثلا عند 60 دولار على سبيل المثال. أريد عندما تصل الصفقة أو أخسر 62 دولار، لا أريد أن أقوم أو أكثر أو أقوم بخسارة أخرى فقط 62 دولار، تنغلق الصفقة. يعني تقوم ببرمجتهما على مزاجك. لكن إذا أردت أن يعني تقوم بعدم برمجتهما وتتركهما كما هما، تاك بروفيت تضغط على نو تاك بروفيت. نعم، وهنا ستوب لوس كذلك نو ستوب لوس، وتضغط على فتح الصفقة. نعم أعزائي الكرام، كانت هذه هي الرافعة المالية في إيتورو، وأيضا أخذ الأرباح وإيقاف الخسارة وكيف تتحكم فيهما، وبعض النصائح المفيدة جدا. إذا كانت لكم أي استفسارات،
فرقم هاتفي أسفل الفيديو للأشخاص الذين يتسجلون عن طريق رابط التسجيل في إيتورو. فمرحبا بكل شخص أراد أي استفسار أو أي سؤال، سوف أقوم بالإجابة عليه. كذلك لا تنسى عمل اشتراك في القناة لكي تتوصل بالجديد، ودعمنا على القناة وتفعيل زر الجرس لكي تتوصل دائما بجديد. فهناك حلقات كثيرة جدا إن شاء الله سوف نطرحها في الأيام القليلة الآتية. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.